ما له حق، ما له حق اذا الطرفين المعنيين اتفقوا. نعم. ما له حق هذا الاتفاق، هذا الاتفاق هو لحاله نصه لحاله مشي فيه، لا اخذ برأي لا الهيئات الاقتصاديه ولا الاتحاد العمال العام. نعم. بيقول الرئيس مئاتي دائما لجريده النهار انه التصويت كان تصويت سياسي ولم يستبعد ان يكون رد اعتبار لحليف أكيد سياسي. اكيد ما نحن مع كل وزير عم نحكي، نحن مجبورين بالسياسه بتحكي بتلاقيه بالواقع بالاقتصاد، فعلا في وزراء يعني كثير ملمين بالاقتصاد واهل اقتصاد، وقت بتعرف شو قرارك ما بقدر بالسياسه، بقى بنرجع بنقول بالسياسه باعوا لبنان، مبروك عليهم. بجريدة السفير بتقول إذا كان قرار مجلس الوزراء يحتمل أكثر من قراءة اقتصادية، ولكن الأكيد أن هنالك قراءة سياسية واحدة له، وهي أن معادلة جديدة ولدت ترتكز على بروز قوة حكومية ضاربة، قوامها وزراء أمل حزب الله والتغيير والإصلاح والقومي، يلي أعادوا صياغة موازين القوة بمجلس الوزراء بما أتاح لفريق 8 أذار استعادة فعالية الأكثرية التي بدت أحياناً هلامية. يعني حتى بالماشات بيقول تعديل قواعد الاشتباك في الحكومة. هل تتوقع أن ينسحب ما جرى بجلسة الأمس على المواضيع الأخرى بالمستقبل سواء اقتصادية أو غير؟ يعني أنا بقول لهم برافو عليهم مبروك عليهم أنه رجعوا هالتحالف. تحالفوا على مين؟ تحالفوا على مين؟ تحالفوا على اقتصاد البلد، على مستقبل لبنان، على مستقبل صناعته. التاريخ هيكتب له هذا التحالف، التاريخ هيكتب لهم. نحن من 2008 وقت ما صار في زيادة أجور في 150 مصنع بلبنان سكر، خليهم يشوفوا من هلأ لسنة النتيجة شو حتصير، خلي التاريخ هو يكتب ويحكم، وخلي كل وزير يعني النتائج المالية للقرار. سيد محمد، أول شيء رح تكون على المؤسسات نفسها أكيد، ولا على خزينة الدولة؟ أنا اللي بدي أسأل هيدا القرار هلأ ما عملنا يعني نحن بزيادة 675,000 كان حيحمل القطاع الخاص بحدود ال 700 مليون دولار، وحيحمل تقريبا الدوله بحدود ال 700 مليون دولار. هلا ما صارت امبارح صار القرار بعد ما طلعنا الارقام، ولكن بارقام الجديده سيتحمل القطاع الخاص اكثر من 900 مليون دولار. اذا الوضع الاقتصادي بقي هيك، نحن مع العلم وانا اعلنت اخذنا القرار بزياده الاجور كرامه السلم الاجتماعي وكرامه الاستقرار الاجتماعي، وقلنا اذا بال 2012 ما تحسنت صار في نمو اقل شيء 5% القطاع الخاص ما بيتحمل هالزياده، كيف بقى بالزياده حد ادنى ل 868,000؟ نعم. جريده الجمهوريه نقلت حديث عنك اعتبرت فيه ان ما حصل خطوه حكوميه لم تكن متوقعه، قلت لم نكن نعلم ان الحكومه بالسياسه ستبيع لبنان والاقتصاد، كشفت عن أن الهيئات الاقتصادية ستجتمع اليوم للطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة، وأيضا ستجتمع مع الاتحاد العمالي العام لتنسيق الخطوات المقبلة. الاتحاد العمالي العام كان عم بيتفاوض معكم من قبل العمال. نعم. هيئة التنسيق النقابية أين كانت؟ هيئة التنسيق نحن ما صار في أي لقاء نحن وياهم، لأنه بآخر تحرك كانوا هن نحن بنعرف، نحن كمان بنعرف أنه صار في مزايدات بين هيئة التنسيق والاتحاد العمال العام، وبنعرف انه كمان للاسف هيئه التنسيق السياسي كمان دخلت فيها، وانا ما بدي فوت بالزواريب السياسيه، ولكن بنعرف انه كل يعني فصل هيئه التنسيق على الاتحاد العمال العام هو كمان بالسياسه، يعني حتى مع العامل دخلت السياسه وفرقوهم. لنشوف وين كانت هيئه التنسيق النقابيه بمفاوضات الامس، ماذا ستفعل؟ يمكن تلتقي معكم هلا من بعد هذا التطور. ينضم الينا مباشره عبر الهاتف نقيب المعلمين بالمدارس الخاصه الاستاذ نعمي محفوظ. صباح الخير نقيب. صباح الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. اين كنتم بالامس استاذ نعمي وماذا ستفعلون؟ يعني هل انتم راضون عن القرار يلي تم التوصل اليه بمجلس الوزراء؟ بدايه في ملاحظه على كلام الاستاذ محمد انه في مزايدات بين هيئه التنسيق والاتحاد العمالي العام وانفصلوا. اولا انا بدي اوضح هيئه التنسيق النقابيه ليست جزءا من هيكل الاتحاد العمالي العام. هي اصلا منفصله. نحن حاولنا من 3 أو 4 شهور نشتغل سوا، لانه احنا بنعتبر الحركه النقابيه من التسعينات انضربت بلبنان. نعم. وتفتت الاتحاد العمال العام وتشرزم وحطت السلطه ايد عليه،
يعني حاولنا نعيد بعض الروح له وما قدرنا منش احنا للاسف. نعم. بدي اكد انه هيئه التنسيق النقابيه ليست جزءا من هيكل اتحاد العمال العام، هذا اولا. ثانيا اللي صار امبارحه الو نعم نعم عم بسمعك. اللي صار امبارحه بالقصر الجمهوري هو سياسي بعينه، هو المهزله السياسيه قبل الجلسه يعني؟ قبل الجلسه اصلا بشكل المفاوضات وبالنتيجه اللي صدرت عن مجلس الوزراء، ومش هيئه التنسيق النقابي اللي اخذت الامور بالسياسي ابدا، نحن عم نشتغل عمل نقابي يعني المش